محمود يلا حبيبي الريوق جاهز. تمام عمره جاي. اوف محمود، بالليل ما تنام والصبح ما تقعد، شنو هالحالة هاي؟ اخوي محمود تجي على الدرس مو؟ لا تنسى تجي المحاضرة. ها والله كنت ناسي المحاضرة، هم زين ذكرتني. فدوى اخوي، دير بالك تنسى، ترى الدكتور يطلعها من خشمك بعدين. تمام تمام لا تخاف، التاكسي مالتي بالصناعة، راح اخذ تاكسي دلالة واروح اجيب المحاضرة واجي. يلا نتشاوف. صباح الخير عمري. صباح النور حبي. اقدر اخذ التاكسي مالتك اليوم؟ محتاجه كم ساعه؟ ايش صار؟ شو تسوي بي؟ لازم اوصل شيء على الكليه. اي زين تمام اخذه حبي، بس التاكسي مالتك شو تجيبه من الصناعه؟ ما اعتقد يكمل اليوم لانك هوايه عطل. اي تمام. مرحبا. مرحبا، انا طالب البروفيسور نجيب من كليه الطب، اكو غراض هنا لازم اخذها. تمام. هاي السيارة. تسلم اخوي، اشكرك. تمام عيني، الله يسهل لك. نعم عمو. محمود، تاكسي دلال يمك بني، انت وينك هسه؟ بالمستشفى ورايح على الكلية. تعال على المكتب لين اجازة دلال يمي، اذا لزمتها مفرزة ترى حيغرموها. تمام عمو هسه جاي. مرحبا، الله يساعدكم. هلا هلا. هاك بابا الاجازة. همزين شافه وليد انطاني خبر، انتبهوا على هالشي يا معودين. صحتك عمو. يلا اوقف اوقف اوقف، سويت شاي خبل ما عوفك الا تشرب منه. كنت مستعجل بس ما اريد اكسر بخاطرك. بالالف عافية دكتورنا. تسلم. محمود شلونك بالدوام؟ والله كل زين عمو، دا ادرس لي النهار عن نهائي هسه. محمود ابني خلص الكلية بسرعة وصير دكتور، لان انا عندي وجع هنا منه بظهري، هيك كل شيء يأذيني. صير دكتور حتى تشيل هذا الوجع. عمو كم مره قلت لو تنتظر لحد ما اصير دكتور راح تنشل، روح شوف لك دكتور. اي ما يخالف عيني، انا انتظر انتظر سنتين، شنو يعني؟ اقلها يعني اتعالج ببلاش، ما انطفي. نعم يوم. محمود ابني مظهر مو زين، جبناه على المستشفى. شلون هو زين؟ ما اعرف ابني، الدكاتره يمه ودي يفحصوه. تمام يوم جاي هسه بيا مستشفى انتو. تمام تمام. شكو خير صار؟ عمو مظهر تعبان ودوه على المستشفى، انا رايح. عمو اوقف، انت لا تروح بوحدك، انت متوتر ولا تسوي حادث؟ عارف روح ويا ابني. يلا تمام عمو، انطينا خبر على مود لي يضل بالنا. تمام عمو. يلا عمو نتشاوف. اخوي نوري، انا اقول واعتقد واحتمال مظهر يودع. لا حبيبي هاي تشوف، احنا نودع هو باقي. سلامات عمو مظهر، شلونك هسه زين؟ شكرا محمود، انا قلت السلوى لا تنشر شي ولا تنشر الخبر، ما حد يسمع كلامي هنا. اناني ما يصير هيجي. شنو محمود غريب قابل؟ هذا ابنك طبعا لازم يجي. همزين خابرت ايش صار؟ ضغطه صعد ابني، اقول له لا تخلي ملح على الاكل، بس منو اللي يسمع؟ بعده ما ضايق الاكل قبل يخلي ملح. هاي ما لها علاقه بالملح عيني، الناس اللي بعمري عادي يصعد عندهم الضغط، يكبرون بعد. اي عادي مو؟ العالي 22 والواطي كان 11 ابني. ايش تقولين انت يوم؟ ماكو شيء محمود. يلا ابني انت ارجع على شغلك. عمو مظهر راح ابقى شويه، يوم انا احكي ويا الدكتور وارجع. الين اختي خير اليوم؟ تاخرتي. مو تاكسي محمود بالصناعه؟ فاخذ التاكسي مالتي عنده شغل ما اعرف شنو، وانا جيت بالباص. ايه وهو رايح مستعجل على المستشفى. ها خير؟ ليش اكو شيء؟ انا ما فهمت شيء، اليوم بس يمرضون ما ادري ايش السالفه، سنان مسوي حادث وعمو مظهر هم تعبان. ليش؟ ايش بيه عمو مظهر؟ اوقف خليه خابر محمود.
تسلم ابني. نعم دلال. باو علي. دير بالك دلال تجي هنا، لا تعصبني، ترى هسه اقوم اروح على البيت والله. اقول حياتي ايش بيه عمو مظهر ايش صار؟ ضغطه مرتفع، ومن جاء على المستشفى كان وضعه كلش حرج. اوقف لعداني، هم جايه على المستشفى. جايه على المستشفى. دير بالك دير بالك، انا قلت لك. خلي تجي عيني، هاي شنتك ضل بالها يمك. قلت لكم ما اريد، كلكم عفتوا شغلكم وجيتوا، شنو هالحاله هاي؟ اوف. عمري عمو مظهر ما يريدش تجين. بالليل نجي سويه، وانا اصلا بعد شويه اجي للمكتب. لا عاد سلم لي على عمو مظهر. تمام يلا عمري، باي باي، دير بالك على نفسك. تمام تمام، اقول له سلم عليك. بنتي اشكرها هوايه. الله يخليها.